رفض تام وتهديد بالخروج في احتجاجات ضد قرار وزارة التربية الوطنية القاضي بتقليص العطل المدرسية إلى 10 أيام عوض 15 يوما، أو هكذا ردت بعض نقابات التربية على إصلاحات بن غبريط. مشاكل المدرسة أكبر من أن تختزل في قرار كهذا. مشاكل المدرسة كبيرة، الوضع الراهن التربوي كبير ومشاكله كبيرة. قرارات كهذه تثير ربما مشاكل في القطاع، وبالتالي تنعكس على المجتمع. تفاجئنا الوزيرة بقرار كأنها تريد إثارة احتجاجات من جديد. إذا تراجع عليه وراح نحتج وماشي راح نقبل هذا مهما كان الأمر. نقابات أخرى رأت في القرار انفرادية وارتجالية، ومن شأنه أن يخلف بلبلة وسط المؤسسات التربوية ويؤثر سلبا على التلاميذ، بالخصوص المقبلين على الامتحانات النهائية. ثاني أقول بأن 5 أيام لا تقدم شيئا بالنسبة لتقدم البرامج، العكس فإنها تضر بالتلميذ للدرجة الأولى، تقلل من الراحة الممنوحة له، وتقلل من الفوائد التي كان يتلقاها التلميذ من خلال ساعات الدعم. فهذا الموضوع لا يخدم التلميذ ولا من الناحية البيداغوجية أو من الناحية العلمية. نحن نرى بأن الهدف منه هو فقط لخلق أحداث إعلامية بمثل هذه التغييرات، لا علاقة، لا تخدم التلميذ ولا تخدم التحصيل العلمي بالنسبة للتلميذ. قرار وزارة بن غبريط إذن حتى وإن اعتبر مدروسا حسبها، غير أنه سيجرها إلى منعرج آخر اسمه احتجاجات التلاميذ ورفضهم لإصلاحاتها التي قبلت غالبيتها في البداية بالسلب من قبل نقابات تربوية ومجتمع مدني وطبقة سياسية. فهل لبن غبريط النفس الثاني لاجتياز هكذا هزات تعصف بقطاعها؟